جميل ما فاليش هو بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين. بغيت في البداية باش نرحب بأستاذ عبد اللطيف العجوز وزير منتدى المكلف الجالية ونهنئه من صميم الفؤاد الثقة اللي وضع فيه جلالة الملك باش يكون مسؤول أول على رأس هذه الوزارة، ونتمنى له كامل التوفيق في المهام اللي هو أهل وكفء بإنجازها. ما عندي أدنى شك بأن الأستاذ عبد اللطيف غادي يمشي أبعد بهذه الوزارة في مجال الإصلاحات اللي قمنا بها جميعا. بغيت فقط نذكر ان 4 سنوات اللي قضيناها جميعا على رأس هذه الوزارة كانت سنوات خاصة بتأسيس هذه الوزارة والتأسيس بكل ما تحمل الكلمة من معنى. تأسيس اولا خلق كيان هذه الوزارة المادي والبشري والمالي والإداري. تذكرون جميعا يوم تشرفت بتعيين جلالة الملك على رأس هذه الوزارة كنت بوحدي بدون مكتب وبدون سيارة وبدون إمكانيات وبدون ميزانية وبدون أي شيء. الحمد لله اليوم احنا أمام وزارة في طريق التأسيس وفي طريق التشكل. وهذه المرحلة ديال التأسيس ما همت فقط كيان الوزارة، هي همت كذلك الرؤية اللي اشتغلنا في إطارها داخل هذه الوزارة، والرؤية والسياسة اللي اتبعناها داخل هذه الوزارة، وحاولنا قصد الإمكان بناء نقول رؤية معناصر رؤية اعتمادا أولا على ما ركمته بلادنا في مجال تدبير هذا القطاع الحيوي المهم، واعتمادا على كل ما ركمته المؤسسات التي تهتم بهذا القطاع، واعتمادا أيضا على ما استمعناه وما لاحظناه وما ناقشناه مع مختلف الفعاليات ديال الجالية. وهذه الرؤية مكنتنا كذلك من ترجمتها إلى برامج عمل وإلى مشاريع الحمد لله بدينا في إنجازها. نذكر فقط 4 أو 5 ديال النقاط بسرعة. أول الملفات الحيوية التي بدأنا العمل بها هو الملف الثقافي، بالنظر لأهمية هذا الملف في مواكبة اندماج الجالية المغربية بالخارج وفي تقوية روابطها مع الداخل. اليوم هناك عدد من المراكز الثقافية في طور الإنجاز وعدد من المراكز جاهزة. هناك جامعة صيفية أصبحت اليوم مؤسسة قائمة الذات. هناك علاقة وطيدة وشراكة قوية مع الجمعيات في مجال الثقافي وفي مجال زيارة البلد والتي تهم اليوم آلاف ديال الشبان. وأعتقد أن هذا الملف الآن هو في الطريق، وأنا متأكد لمعرفتي بالسي عبد اللطيف وبصديق عبد اللطيف على أنه غادي يعطيه الأولوية والأهمية في العمل دياله. كذلك اشتغلنا في المجال الاجتماعي بالنظر للمشاكل التي تواجهها الجالية، وأعتقد أن هذا الملف الاجتماعي في سياق الأزمة الاقتصادية الحالية العالمية
يستحق كذلك الدعم. وتذكرون أننا قمنا بعدد من المبادرات في هذا المجال، شراكة مع الجمعيات رغم المشاكل التي نواجهها، كذلك كل المبادرات التي تهم دعم الفئات التي توجد في وضعية هشة، سواء خلال نظام الدعم القانوني الذي أصبح معمما على غالبية العظمى للسفارات والقنصليات، أو نظام المنح لفائدة شباب ذوي الدخل المحدود، أو نظام الدعم لعدد من جالياتنا في بعض الدول كالجزائر وتونس وساحل العاج وبعض الدول الضعيفة، إلى غير ذلك من المبادرات الاجتماعية. وكذلك العمل مع الجمعيات، وخاصة برنامج تكوين ورفع قدرات هذه الجمعيات. اشتغلنا أيضا في المحور الذي يهم تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، وهناك إجراءات تهم استثمار. وهنا أفتح القوس، وربما هذه من الأوراش، وأنا أعرف سيد الوزير بحكم اختصاصه هذه من الأوراش التي لم تتقدم كثيرا، والتي يمكنه أن تحتاج إلى اهتمام أكثر، حتى يمكن أن نجعل ما وضعته الدولة من إجراءات لفائدة الجالية لتشجيع الاستثمار أن يستفيد منه عدد أكبر. ولكن توفقنا بحمد الله وأن وضعنا رؤية كذلك فيما خص تعبئة كفاءات مغربية بالخارج. ومن حسن الصدف أن أول ملتقى وضعناه لتقديم هذه الرؤية في فاس، رؤية الكفاءات المغربية بالخارج، وبشراكة مع شبكة الكفاءات المغربية الألمانية، شرفنا آنذاك دكتور معزوز بالحضور داخل وبالمساهمة، بل بإبداء ملاحظة ذكرني بها قبل قليل، واللي هي جوهرية، عندما قال أستاذ الشامي توجه الحاضرين وقال لهم احنا في حاجة بكم باش تدخلوا المغرب، وقال له سي عبد اللطيف احنا في حاجة لكم باش تبقوا هناك. وهذه كلمة تلخص منظورنا فيما يخص الكفاءات المغربية وفيما يخص الجالية بصفة عامة، وهو دعم اندماج داخل بلدان الإقامة، لأننا مقتنعين أن الذي ينجح في اندماجه هو الذي سيكون في وضعية مساعدة بلده. اشتغلنا أيضا فيما يخص التواصل، وهنا أذكر الأستاذ وهو كذلك بحكم اختصاص اللي كان عنده التجارة الخارجية، كان دائما يحدثني عندما يرجع من مهمة من الخارج أنه التقى بالجالية وأنهم حدثوه في الموضوع فلاني والفلاني. وتشاء الصدف أن يصبح اليوم على رأس هذه الوزارة، وهو يعرف أكثر مني أهمية التواصل، لأنه أغلبية الساحقة من الجالية ومن أفراد الجالية المغربية لا يطلبون من الدولة أي شيء، ينتظرون فقط الاعتراف بما قدموه من خدمات لهذا البلد، ينتظرون التحدث معهم والحوار معهم والإنصات إليهم وإلى مشاغلهم. وهذا كنظن مسؤولية من مسؤوليات، وأنا واثق أن سي عبد اللطيف أنه قد يقوم بهذا الدور على أحسن ما يرام، ولا يجب أن نستمع لما يقوله البعض في هذا الميدان أنها أصفار وأنها جولات، بل أعتقد أنه ملف حيوي وأساسي ويجب الاستماع. طبيعة الحال ما يمكن ليش ننسى ما قمتم به جميعا داخل هذه الوزارة من عمل لمساعدة الناس لحل مشاكلهم ولحل الشكايات والاستماع إليهم، وكذلك العمل مع مختلف الإدارات التي تجمعنا معها اليوم شراكات مهمة في مجالات مختلفة، والتي كان الهدف منها وهو محاولة إقناع مختلف المؤسسات والإدارات لإدماج بعد الجالية ضمن السياسات القطاعية وضمن السياسات الحكومية. بطبيعة الحال قمتم بالشيء الكثير، ولكن كنوا على يقين أنه أشياء كثيرة كذلك ما قمناش بها، أشياء كثيرة ما استطعناش نقوم بها، إما نظرا لإمكانيات وإما نظرا للظروف التي عشناها. ما زال شيء كثير وما زالت انتظارات كثيرة ديال الجالية المغربية المقيمة بالخارج. ما تفوتنيش الفرصة باش نذكر فقط ببعض ما استخلصته شخصيا من دروس
خلال هذه التجربة، وهي أساس المجال المستقبل لكم جميعا. وأعتقد أنه سبقنا تحدثنا في هذا الموضوع بمناسبة تقديم الحصيلة للجالية المغربية للقمة بالخارج خلال شهر أغسطس. أول تنظن المجالات التي في نظري يجب الاهتمام بها أكثر، وهو كل ما يتعلق بجانب المؤسسات وعلاقة هذه الوزارة بالمؤسسات. تدركوا تعلمون جميعا رغم المجهودات ورغم التفاهم اللي حصل مع عدد من الوزارات، ولكن عانينا شيء كثير في علاقتنا مع عدد من المؤسسات وعدد من الوزارات. وأعتقد أن اليوم السياق الدستوري، السياق الجديد وما أقره الدستور لفائدة الجالية المغربية، يفرض الذهاب بعيدا في تنظيم علاقة هذه الوزارة مع شركائها، حتى تكون علاقة تفيد الجالية ولا تخلق اختلالات كما هو حاصل في بعض الأحيان. ولا يمكن الحديث عن جانب المؤسسات بدون الحديث عن هذه الوزارة. فاحنا اشتغلنا في ظروف معينة استثنائية وما اعطيناش أهمية كثيرة لكل ما هو تنظيم هذه الوزارة، بل كنت أعتبر أن الظروف غير ملائمة للقيام بتقديم تنظيم جديد لهذه الوزارة. أظن أول مرة في تاريخ هذه الوزارة أن تغيير حكومي لم تتأثر من خلاله بشكل سلبي هذه الوزارة، تحافظ على وضعها وتحافظ على استقرارها، وهذا مؤشر إيجابي يؤكد أن العمل اللي تقام غادي يستمر بل غادي يتطور أكثر. ولهذا الاهتمام بهذه الوزارة وبتنظيمها وبهياكلها اليوم بعد ما وضعنا الأسس يصبح ربما من المحاور الأساسية. كذلك ما ننساوش تطوير علاقتنا مع الجالية المغربية باش ما يبقاوش دائما في موضع ديال المتشكي والذي ينتظر من الدولة كل شيء. جالية فيها كفاءات وفيها فعاليات وفيها أوساط يمكن لها أن تقوم، بل تقوم بأدوار مهمة. يجب كذلك أن نطور منظورنا في إطار شراكة متوازية ومتضامنة مع الجالية. وأخيرا ما يمكنليش إنسان جانب ديال شراكة مع الدول اللي عندها الجالية المغربية بالخارج. والسيد وزير حنا حاولنا نطوروا واحد المقاربة مع هذه الدول، خاصة الدول اللي عندها وجود ديال الجالية مهم، وهي المقاربة التشاركية باعتبار أن هذه الجالية هي تراث بشري مشترك ما بين المغرب وما بين هذه الدول، وبالتالي لا يمكن أن ننجح لا احنا ولا هما بدون العمل المشترك والعمل المتضامن والعمل الموحد. هذه باختصار بعض الملاحظات أو بعض الكلمات حول ما قمنا به والدروس التي استخلصناها. بغيت في النهاية ما تفوتنيش فرصة بدون أن أشكركم جزيل الشكر كلكم واحدا واحدا وواحدة واحدة على العمل وعلى التضامن، على رغم المشاكل التي تعتبروها أنتم كبيرة فيما بينكم في بعض الأحيان، أنا كنت أنظر لها بواحد من جهار، لأن الأهم هو ما قمتم به، الأهم هو مكانتكم عند الرأي العام وعند الجالية. ولهذا شكري جزيل لكل المتعاونين. وما تفوتنيش الفرصة باش نشكر الجالية المغربية المقيمة بالخارج، كل جمعياتها وكل الفعاليات ديالها اللي حقيقة رغم الصعوبات ورغم كثرة الانتظارات تفهموا الرؤية ديالنا وتفهموا المقاربة ديالنا وتجاوبوا معنا بشكل كبير. أنا اللي زرت أغلب الدول اللي موجودة فيها الجالية ما نظنش أنني تلقيت شي يوم من الأيام يعني في الاجتماعات اللي عقدتها مع الجالية وما كانش اجتماعات موفقة وما كانش تفاهم كبير حتى من الناس اللي عندهم قناعات وعندهم يمكن مواقع مختلفة. كان تجاوب كبير وتفاهم لما كنا نقوم به، لأنهم كانوا كيشعروا أنه العمل اللي كنقوم به هو عمل صادر من صميم الأحشاء وعمل صادق. ولهذا ما تفوتنيش كذلك باش نشكر رجال ونساء الإعلام، خاصة التلفزيون المغربي وبرنامج بلادي وكل الإعلام اللي كيهتم بالهجرة، لأنه حقيقة وكما كان الإعلام لما كان ما حققناه من إعادة الاعتبار لصورة الجالية وسط الرأي العام، فإليهم جميعا شكري وإليهم جميعا امتناني. طبيعة الحال سيد الوزير والأخ العزيز، بغيت نقول لك هذه هي التجربة بإيجابياتها وباختلالاتها، غادي توضع عن إشارتكم
ما ترونه إيجابي دعموه، وما ترونه خص إعادة النظر فيه قوموه، ولكن كونوا على يقين على أن هذه الدينامية التي طلعت بمساهمة الجميع هي دينامية أصبحت بدون رجعة إيريفيرسيبل. كان همي دائما كنت أقول لهم، كانوا يسولون الصحفة يقول لي شنو باغي، فين باغي توصل؟ كنقول لهم باغيين نوصلوا أن الديناميكية اللي تنديرها تصبح غير قابلة للتراجع. شكرا لكم جميعا، نتمنى التوفيق. أنا راني إشارتك لا كشخص لا كصديق، ولكن كذلك من موقعي كبرلماني سأكون بجانبك في الدفاع عن كل الإصلاحات اللي غادي تقدم بها لفائدة الجاليه. شكرا.